السلام عليكم يا شباب، اليوم جايب لكم كيفية إلغاء تثبيت أو حذف جيل بريك بالارين سيديا أو سيلو من جذوره بدون فورمات عن طريق أداة بالارين نفسه. أوكي، كيف الطريقة؟ جدا سهل. مثل ما تشوفون عندي البالارين السيديا والسيليو، أول شيء لازم تفقد الجيل بريك حتى تقدر تحذف الجيل بريك، يعني راح تطفي الجهاز أو تعيد تشغيل الجهاز. بعد ما تطفي الجهاز بيظهر لك السيلو، يعني راح يكرش مثل ما تشوفون. بعد ما يكرش، الحين كيف تحذف الجيل بريك من جهازك؟ الطريقة جدا سهل، كل ما عليك انك تروح تحرق الاداء او تحرق بالارين على الفلاشه وتقلع من الويندوز. طبعا طريقه الحرق والاقلاع شرحت في فيديو سابق، ادخل الديسكريبشن بتحصل الشرح. بعد ما تقلع الحين اضغط اختار رقم واحد رقم واحد بالارين، يعني اضغط على انتر. الحين روح للخيار الثالث، اضغط على انتر، هني اختار روت فول، اضغط على هذا السهم حتى تحدد روت فول واضغط على اوكي. الحين روح لاوبشنز، هني الغي تفعيل هذا الخيار بالضغط على سبيس، تمت الغاء التحديد. الحين انزل لتحت اضغط على هذا الخيار سبيس حتى يتم تحديد الغاء تثبيت الجيل بريك. بعد ما تحدد اضغط على انتر. الحين روح للخيار الاول، اضغط على ستارت. الحين انتظر ثواني لين ما يدخل الجهاز في الريكفري مود. من الريكفري مود بامكانك انك تضغط زر من الكيبورد وتدخل في الدي اف مود بالضغط على الباور والهوم لمده 5 ثواني. اول ما ينتهي 5 ثواني اترك الباور واستمر في الزر الهوم لمده 10 ثواني يثبت. طبعا طريقه الدخول في دي اف مود تختلف من جهاز لاخر، من ايفون لايفون، ايباد ايباد. طبعا الشرح شرحت في فيديو سابق، ادخل في الديسكريبشن حتى تعرف زر الدي اف مود لجهازك. اوكي، بعد ما تدخل في الدي اف مود مباشره راح يطلع صفحه الجيل بريك. الحين راح يحذف الجيل بريك من جذوره، راح تنتظر من دقيقه الى دقيقتين او ثلاثه راح ينحذف. طبعا انا راح بسرع الفيديو لما يكمل هذا الدقيقتين او ثلاثه وارجع لكم. اوكي، مثل ما تشوفون خلاص تم اكتمال. الحين راح يعيد تشغيل الجهاز ويلغي تثبيت الجيل بريك من جذوره، السيديا او السيلو من جذوره. مثل ما تشوفون بيظهر لك هنا شعار بالارين، يعني تم حذف البالارين من جذوره. راح تنتظر ثواني وراح يشتغل الجهاز. مبروك عليك، بهذه الطريقة تم حذف جيل البالارين من جذوره وبدون ترك اي اثر لها. مثل ما تشوفون لو تروح للجهاز، طبعا هنا راح بتحصل موجود لسه، بس طفي الجهاز بهذه الطريقه، سوي اعاده تشغيل او اضغط، يعني اضغط هنا، اخرج هذا الزر ما نحتاجه، اضغط على ليتر، اضغط على باور والهوم، يعني زر اعاده تشغيل. طبعا من زر اعاده تشغيل من ايفون لايفون تختلف. اوكي، بعد ما شغلت الجهاز مباشرة انتظر ثواني لين ما يشتغل الجهاز بهذه الطريقة. مبروك عليك. اوكي، لو تروح للشاشة الحين ما بتحصل لا جيل سيديا ولا سيلو ولا بالارين. وبس هذا هو المقطع يا شباب، اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. بس هذا هو اسهل طريقة حذف جيل بريك بالارين من جذوره وبدون ترك اثر، بدون فورمات، وبس طريقة رسمية من شركة بالارين، من شركة جيل بريك. هذا هو المقطع، مع السلامة.